وجراء النقص الحاد في الموارد المائية، كثفت شرطة المياه أنشطتها عبر إجراء معاينات بمختلف المناطق. هذه المعاينات ترم التأكد من الحفاظ على الاستعمال المعقل لهذه الموارد. دوريات ميدانية تعمل على المراقبة والتتبع ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، وفي حال وجود مخالفات يتم معاينتها وتحرير المحاضر بشأنها. من منطقة سهول نرصد النموذج في روبورتاج محمد بكر، أسامة غرامي والمولود زينتين. اجتماع طارئ إثر شكوى باستغلال المياه العامة دون ترخيص في إحدى القرى بمنطقة السهولة. لأن تبع الإخبارية التي توصلنا بها حول وجود جلب مياه جوفية بدون ترخيص، فغادي نديروا واحد المعاينة ميدانية. كما كتشوفوا دابا حضرنا لواحد الاجتماع ميداني اللي تيهم التأكد من إخبارية تفيد بجلب مياه جوفية غير مرخصة. الآن سوف نقوم بزيارة إلى مكان المخالفة من أجل التأكد من المخالفة والقيام بالإجراءات القانونية. بخطى ثابتة وحازمة، شرطة المياه رفقة السلطات المحلية تنطلق على عجل في طريقها نحو إحدى دواوير منطقة السهولة. في عين المكان، مراقبة الوضع وكشف أي تجاوزات محتملة قد تهدد استدامة الموارد المائية في المنطقة. درناها البومباريه لود باش نديروا شويه ديال الماكله للبقر، بانه الجفاف هذه 5 سنين جاو عندنا هاد الناس قالوا انه واش تحيدوها، صافي راه هادشي راه ممنوع. وجدنا ان الامر يتعلق ب6 سلي صغير، وان تواجد وعينا تواجد مضختين تقومان بجلب المياه السطحيه بدون ترخيص. بعد القيام بالإجراءات اللازمة، شرطة المياه تحققت من وجود مخالفة متعلقة بجلب المياه من إحدى السدود التلية بالمنطقة. تنسيق محكم مع النيابة العامة لمباشرة عملية الحجز. إذا خلال سنة 2024 قامت الوكالة بتحرير أزيد من 180 محضر شرطة المياه بمختلف منطقة نفوذ الوكالة، بالإضافة إلى توصل الوكالة بعدة محاضر لشرطة المياه من طرف أعوان من طرف الدرك الملكي والسلطات المحلية. شرطة المياه تتوفر على صلاحيات تبتدئ بالمعاينة وتحرير المحاضر وتنتهي بتنفيذ عقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس في حق المخالفين.